سلام، كي دايرين؟ كلشي بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، وهذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه باذن الله. وشكرا لكل متتبعي قناه حنان اني اوكي. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون مفيد للناس اللي صراحه كانت كطرح بزاف الاسئله حول هذا الموضوع، اللي هو بخصوص نظام الهجره الجديد في بريطانيا ولا المملكة المتحدة. لأنه كيف ما كتعرفوا أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، يعني بما يسمى بالبريكسيت. وبخصوص هذا الموضوع، يعني لأنه بريطانيا حاليا عملت بقانون جديد، اللي هو قانون بيعتمد على النقاط، وكذلك لأنه بريطانيا حاولت أنها تعتمد على العمالة أو على الناس اللي عندهم ثقافات عليا أو تخصصات مفيدة للمملكة المتحدة. ويعني بهذا القانون هي حاولت تستغل، يعني تستغني على العمالة الرخيصة. وكذلك أنه هذا نظام الهجرة الجديد، يعني من المميزات ديالو انه ما بقاش عندهم التمييز اللي كان قبل. لانه الصراحه، لانه بريطانيا كانت كتعطي امتيازات مهمه للمهاجرين او للناس القادمين الى بريطانيا للاشتغال، اللي هما كيدخلوا في الاتحاد الاوروبي بخصوص. وكانت يعني مشده الاجراءات كتير على الناس اللي كيجوا من الدول العربيه. ولكن بهذا النظام، يعني هو ولا بالتساوي، يعني وهذا يعني كنظن انه جانب ايجابي بالنسبه للعرب اللي حابين يعني يشتغلوا هنا في بريطانيا. كذلك اول شيء اللي غنتكلم عليه هو تركيبه هذه النقط، ولا اشنو الاشياء اللي يحتاجها من اجل تقديم الطلب. اول شيء كيحتاج هو المستوى الدراسي، يعني الناس اللي كتقدم على الطلب يعني المجيء للاشتغال هنا في بريطانيا. اول شيء يعني انك تكون متقن للغة الانجليزية وعندك شهادة علمية، الى جانب الحصول على عقد العمل. اول شيء بخصوص اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه كتخصص ليها تقريبا 10 نقط من 70 نقطه. لان يعني الشخص اللي غادي يقدم على وظيفه هنا في بريطانيا ضروري خاصو يحصل على 70 نقطه، بما فيها 10 نقط بالنسبه لاتقانك، مدى اتقانك للغه الانجليزيه. كذلك عقود العمل يعني المعتمدة من قائمة الوظائف ديال العمالة الماهرة. كذلك لأنه الحكومة البريطانية هو خصصت قائمة طويلة بالنسبة للوظائف المهمة اللي هي محتاجاها هنا في بريطانيا أو للمملكة المتحدة. وبالنسبة لهاد العمالة الماهرة يعني اعطتها تقريبا 40 نقطة. الى جانب المؤهلات او الدرجات العلميه اللي كتكون مرتفعه اكثر، يعني ان الحكومه البريطانيه زادتهم نقط اكثر لو كانت عندك الدكتوراه في العلوم او التكنولوجيا او الهندسه او الرياضيات، يعني كتحصل على 20 نقطه زايده. بالنسبه للقطاع الصحي او للتعليم، لان بريطانيا عندهم خصائص كتير في هذا المجال، الناس اللي غادي تقدم ولا غتبحث على عقود عمل وعندها امكانيات ولا مهارات تقريبا في القطاع الصحي او لقطاع التعليم، عندهم 20 نقطه. كذلك 20 نقطه بالنسبه للقطاعات اللي عندهم فيها خصائص، يعني ماشي بالضروره تكون في هذه المجالات، ولكن اي قطاعات اخرى عندهم فيها خصائص ولا نقص، يعني ممكن الإنسان يقدم ويحصل على 20 نقطة. كذلك بخصوص هذه الوظائف، يجب أن لا يقل على 25 ألف باوند و600،
ولكن بسبب عجز ببعض في عجز او لا كذلك الطلب المتزايد على بعض الوظائف، حددتها الدولة تقريبا في 20,000 باوند، إلى جانب المجالات المطلوبة كيف ما ذكرت، يعني كل حاجة عندها علاقة بالهندسة المدنية ولا الميكانيك ولا العمارة ولا البرمجيات ولا تصميم المواقع، كذلك الاتصالات، وكيف تكلمت القطاع الصحي بشكل عام. نجيو دابا حاليا نتكلموا على تأشيرة الكفاءات العليا، كذلك الحاصلين على الشهادات في مجالات البحث العلمي ولا التقني ولا الاختراع، ولا كذلك للحصول على التأشيرة بالنسبة لعقود العمل. كذلك هي ما كانش شرط أنه ضروري من حصول عقد العمل ممكن يقدم على التأشيرة، لا بالعكس يقدم على التأشيرة، ولكن ضروري من توصية ولا تزكية من المؤسسة اللي كيكون أصلا خصو يكون أصلا معترف بها، ولا هي كتخصها ضروري تكون مؤسسة ديال البحوث أو الاختراع. يعني هذا ربما كيدينا لواحد النطاق آخر، هو أن المملكة المتحدة يعني بدات كتشجع أكثر 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 على الكفاءات بخصوص تأشيرة الدراسة. بالضبط هذه النقطة هذه ما وقع فيها حتى شي تغيير. التغيير الوحيد هو أنه طالبي أن الطالب لما يحصل على الماجستير، أن الدولة أعطته تقريبا 2 سنين للحصول على وظيفة. كذلك بالنسبة للناس اللي حصلت على الدكتوراه في المملكة المتحدة، الدولة أعطتها تقريبا 3 سنوات بعد إنهاء الدراسة، وكذلك من أجل البحث عن العمل. كذلك بخصوص الناس اللي أخذوا الماجستير، كذلك 2 سنين ممكن يبحثوا على وظيفة، إلى جانب أنهم تم التعامل معهم على أساس النقاط. هذه النقاط هي تقريبا 70 نقطة، اللي كتشملها موافقة الجامعة اللي فيها تقريبا 50 نقطة، ووثائق الشهادات العليا أو العلمية الحاصلة من الجامعة اللي حاصلين عليها من الجامعة، كذلك وثيقة الإقامة، وكذلك وثيقة الإقامة اللي كتشمل الإيجار أو لولا مكان السكن. بخصوص إثبات القدرة المالية فيها 10 نقط، كذلك إتقانك اللغة الإنجليزية فيها 10 نقط. أما بخصوص تكاليف التأشيرة، بالنسبة تأشيرة الكفاءات تقريبا كتوصل شي 1220 باوند، هي تأشيرة العمل ل3 سنوات زيادة على نفقات التأمين الصحي، فيها تقريبا 625 باوند، إلى جانب أن صاحب العمل يجب عليه دفع 1000 باوند. الالتحاق العائلي إلى بريطانيا، الحكومة ارتأت أنه يعني في هذا المجال بالضبط أنها ما تغيرش الإجراءات، بقت كيف ما هي. بالنسبة للراغبين من الالتحاق بالعائلة ديالهم، الزوج بالزوجة أو الزوج أو الزوجة بالزوج، ولا كذلك الأولاد، لم تشترط أي عقد عمل ولا أي إلمام باللغة الإنجليزية، فقط أن الأطفال خصهم ما يكونوش فايتين 18 سنة أو لا يكونوا أقل من 18 سنة. كذلك بخصوص هذه البنود كلها اللي تطرقنا لها، غدا إن شاء الله غدا نخلي لكم في الرابط تحت مواقع مهمة هنا في بريطانيا، إلى الإنسان بغى يقدم على التأشيرة، وكذلك إلى بغى يبحث على عقد عمل، لأنه من أحسن شيء يمشي الموقع الرئيسي للحكومة البريطانية هو Government UK، موقع مهم لكل الناس اللي عندهم رغبة في المجيء إلى المملكة، وكذلك من أجل معرفة القوانين الجديدة. صراحة هو موقع مهم بالنسبة لي، يعني حتى أنا كنعتمد عليه بزاف بالنسبة أي معلومات.
الى جانب غنخلي لكم مواقع ديال العمل، البحث عن العمل. تقريبا اهمهم هو جوب يوكي. كذلك ان شاء الله نخلي لكم في الرابط لينكات مهمة بالنسبة للناس اللي حابين يتعرفوا أكثر على النظام الجديد، إلى جانب نتمنى يعني هاد المعلومات اللي عطيتكم تقدر تفيدكم، خصوصا بالنسبة للراغبين للمجيء إلى بريطانيا. صراحة إذا كان الإنسان عنده كفاءة مهنية أو علمية في الـ يعني في الـ يعني في الـ يعني في المجالات اللي ربما هي مهمة ولا فيها خصائص صراحة، وعنده فكرة الهجرة، يعني بريطانيا يعني أحسن دولة بالنسبة للمسلمين، يعني هذه من تجربة شخصية. كذلك هو المشكل الوحيد اللي ممكن أكثر الناس اللي كتشتكي منه هو مشكل الجو، ولكن ما يهمش مادام الإنسان كيكون مرتاح في واحد البيئة ولا واحد يعني واحد المناخ كيكون صحي ليه، يعني من جهة الاندماج. شكرا لكم جزيلا، وإن شاء الله هذا الفيديو يكون مفيد. والسلام عليكم، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. يلا، السلام عليكم.